السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايب لكم حاجة تسليكوا في الحظر واللي احنا فيه. هجيب لكم أحسن مواقع لتنزيل الأفلام الأجنبية وكذا لعبة تسليك في هذا الأيام الحظر. مواقع جميلة جدا تنزل جميع الأفلام العربية والأجنبية والأكشن، مواقع مسلية. هو موقع أول موقع يجي أول موقع إيجي بيست. هذا الموقع رائع للغاية. هو موقع جميل، هو أفلام جديدة فيه. ممكن تتفرج على أي فيلم بدون أي مال، بدون أي مشاهدة. مثلا زي 7 أبريل 2019، دوس عليه تطلع في كوميدي اهوت، تطلع بتقدر تحمله كذا جودة عالمية اهوت. ممكن انت تستحمل اهوت داونلود مرة أخرى. اهو تم التنزيل اهوت داونلود 7 البرومبا. في موقع تاني رائع للغاية كذلك، معظم الناس بتستخدمه مثل هذا اهوت، في جميع انواع الافلام. أفلام كوميدية أجنبية. في موقع تاني برضه جميل، موفيز لاند، موقع رائع للغاية وجميل موفيز لاند. معظم المواقع بتأخذ جميع الأفلام ولا تحتاج إلى مال، مثل نتفليكس أو أي شيء تاني، أو شاهد دوت نت أو أي شيء تاني. هو موقع اهوت انتوا شايفين اهوت. ممكن مثلا افلام اجنبية، مثلا افلام عربية. دي اعلانات اهوت افلام عربية. في مثلا هو فيلم 7 البرومبا اونلاين، فيلم خط الموت، افلام حلوة أعلى غاية. هو مثلا ده فيلم محمد حسين. في برضو كذلك أفلام أجنبية، مثلا مش عارف فيلم محمد حسين هو مش عليه. لكن هذا كل المواقع هذه تتحمل إعلانات، فيجب الصبر. هو هذا فيلم مشاهدة وتحميل. ممكن تحمله اوريجينال او نورمال او هاي جيك كويتلي او لوك كويتلي، بس الاكثرية والاحسن لوك كويتلي، لان هذا 3D وفي اوريجينال رائع للغاية 4K، وفي نورمال HD فول HD، وفي هاي جيك كويتلي HD ولوك كويتلي 3D اهو. كان مساحة الفيديو بتبقى كبيرة اهو، بدأ احمل 290 ميجا بايت. لا هذا في الهي بدأ يحمل اهو محمد حسين اهو 138 ميجا بايت، والجودة رائعة للغاية. هذين الموقعين أحسن منهم ما يوجد في جوجل. نطلع الخارج في الألعاب، مثلا زي شاحن اهو، هي محاكاة شاحنة 2018 أوروبا. هي لعبة رائعة للغاية، لا مسلية جدا، مش تثبيت، رائعة ومسلية للغاية، جميلة. تنزلها سهل وليست مساحة كثيرة 150 ميجا بايت، بس هي تتوفر على التليفونات الحديثة، شكل رائع للغاية.
هيات في اللعبة الثانية هيات بس نوتر التايم لوحده رائعة للغاية، لكن مساحتها كبيرة شوية بس جميلة للغاية جميلة. يعني يوجد بعض الألعاب المسلية، تشوف الصور ألعاب مسلية وحاجات تسلينا في هذا الحظ وأيام الحظ. وشكرا على متابعتكم، ويجب الاشتراك والإعجاب في القناة، وشكرا لكم.